موسم تبذير القط في النصف الأول من الصيف، ومع تقدير كمية الإنتاج والجهد ما راح نستغرب سعر الكيلو، ولأن موسم زراعته حل علينا فخلونا نحكي عن طريقة تبذيره. سلمك الله من يدخل عليك الصيف، ضم جازك وريح بالك وتهيد، وبعد 50 إلى 55 يوم بتشوف ثمرة القط غادية مثل قرموص السمر. يلا عاد خذ، مو يعني قرموص السمر، طلع الجاز بوضع منه وقص قصتك وخلاف، احزمه في ربط ويبس، ومن ينطبخ كان قوم عليه واعسفه عشي من الجدران، ما عشي من الأوادم، ولكن خلي طربال عن يروح القرموص، وجمع القرموص وعقه في الماكينة وهي تفصل الحابل عن النابل، وبيطلع البذر عن التبن. وشي الآن آلات متطورة تسهل علينا تبذير القط، لكن حكينا باللي متوفر، ونعرف إنه الحكي بيكثر عن زراعته. ازرعه بدءا من شهر 9، والأفضل رشاشات للمساحات الكبيرة ونوافير للمساحات المحدودة بين النافورة والأخرى 3 متر، وإذا عندك محطة تحلية فعليك بالتنقيط بين الخط والآخر 40 سنتي، وعليك بتربة السد المخلوطة مع تربتك، وخمسة طن دماد بقري لكل فدان. وراجع محتوياتنا في هذا الشأن، وبذور قط عمان عالي الجودة تحصلوهن مع صاحب الرقم أسفل الفيديو. ويا مرحبا وسهلا فيكم.